اللي ادهولك. القرش ده ثمن حمايتي ليك ولأهل الحته كلها. اوعي حالي هو الله. كنت رد عليا ده ابو جبل هيجي اليوم اللي ننتقم منه. مالك يا بابا؟ مالك يا اخوي؟ ذبحوني يا ام احمد، مش قادر ابص في عينين ابني يا ام احمد. ماشي بتنتش مني وصوتها عالي قوي، فيا ريت تصلحها لي. خلاص سيبيها انت وانا اصلحها لك. طيب هتخلصها امتى؟ على بعد الدور كده ان شاء الله. بس سيبي المفاتيح. عايزها كده. باي باي. ده البنت معشفاره، معاش غير 43 جنيه. يا خبر ابيض، ادي اليوم كله اتضرب.
ياه 43 جنيه هات بيهم ايه؟ دول ما يجيبوش ربع وايد بتاع صف الله العظيم منك لله يا عم احمد. ضرب لي اليوم كله وضرب لي المطبخ. ايه والله انا يا عم احمد سيبت ركبي. كيس مين ده؟ ده الكيس بتاع البنت ام عود سارح اللي انت بعتنا راقبها يا عيني. انا بعت لك تراقبها ولا تسأل منها كيس؟ خلاص بقى يا عم احمد ما راقبتها لك وعرفت كل حاجه. الكيس ده بقى تبعنا ماشي؟ بقول لك ايه البنت دي غلبانه وفلوسها لازم ترجع لها. خلاص رجع لها فلوس سيب الكيس. طيب سلام. ايه يا احمد؟ مش حركه يعني؟ سكر مظبوط ده اسمه. يا نعم. هاتي واحد شاي. وعندك شاي مغلي وصلحه. ايه؟ تعرفش فين بدريه؟ بدريه؟ وعايز بدريه ليه؟ عندي امانه ليها عايز اديها لك. الله. طب ما تديها لي انا واسلمها لها. ما ينفعش. لازم هي اللي تستلمها بايديها. خلاص. استناها بقى لما تيجي. استناها فين؟ هنا. طيب. ده يا معلم. وبيجي قوي يا بلاش المجهول اللي يعرف ان انا باخده ده حمايتي ليك حمايه حتى للتفريع. اخينا 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 ايه مالك؟ بدريه اهي افندم. هو في ايه؟ احنا هنفضل متقاسمين كده لامتى؟ انت اللي ابتديت والبادي اظلم. هتتعبي يا بدريه. ولا مية زيك يتعبوني. حق هاخده منين عينك. وعلى ايه ده كله؟ المخزن واشتريته بفلوس. بيني وبينك المحكمة. القضية بقى لها سنين. وانا صعبان عليا المصاريف اللي انت بتصرفيها. ما انتش حملها. هربط على بطن الحزام. حقي هيرجع لي يا ابو جبل. المره دي بقى لا انا لا انت. يلا يا فجر. حاضر يا بطل. اجي معاك يا ست الكل. لا روح انت يا فجر وربنا يسويها. امرك يا ست الكل. ولا ما وقعش. المهم نرجع لك يا ستي. الكيس ده اتسرق. اللي قول يا واد انت. نعم. ده حكايتك بالظبط. لا حكايه ولا حاجه. انا فاعل خير وجاي ارجع لك الكيس. يس سلام. فاعل خير ولا استشويت المبلغ جاي تلطش لك حاجه اكبر. وبعدين؟ كنتش عارف انت اللي مسرح الواد الحرام اللي في الموقف. مفيش داعي للغلط بقى. يلا يا اخويا بلا غلط بلا هتكل على الله. كده على طول؟ بقول لك اتكل على الله. من غير شاي ولا قهوه يعني؟ وكمان عارف شاي وقهوه اتكل على الله. تيجي جرى لها ايه الرجاله اتجننت ولا حصل لهم لوسه في دماغهم؟ تكلفه المشروع قد ايه؟ مبدئيا حوالي نص مليون جنيه وده رسم هندسي للمشروع. تممت الاجراءات القانونيه؟ فاضل بعض الاجراءات البسيطه، بس لو سمحت لي في سؤال مهم عايز اساله لك. عارف وقت التسليم ايه اللي هيحصل؟ ايوه بس ده بعد 6 اشهر. ولو بعد اسبوع؟ انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي. تقدر تروح انت. على اذن حضرتك. عدلي استنى
شايف الراجل اللي هناك ده؟ ايوه يا فندم. قوله يجي. حاضر يا فندم. انت ايه اللي جابك هنا؟ وحشتيني، قلت اجي اشق عليك. بلاش تصرفات العيال دي. اتبنيني يا قمر. ايه اللون ده؟ هو انت بالليل حاجه وبالنهار حاجه تانية خالص؟ زكي الزم حدودك. انت كل حدود يا فله. ايه في ايه؟ يا سلام، ليك حق تسرح. طبعا اخويا شقط اللوكه بصاحبها وخلعت. صاحبها ده اللي مخليني افكر، مش قادر انام. لا بس بيني وبينك هو يستاهل، يستاهل يستاهل يعني. طبعا يستاهل. عليه جوز عينين. عايزين الكسر. ولا وسطه؟ هقطمه له. ايه يا عم انت داخل خناقه، هتقطم له وسطه وتكسر له عينيه، في ايه يا عم؟ خناقه ايه؟ انت بتتكلم على مين؟ بتكلم على الجمل. انا بكلمك على ابو جبل. يا سلام. فرقت حرفين ما جراش حاجة. احنا مش هنخلص من المذاكرة دي بقى. واحنا كل يوم بقى هنبقى في الموال ده؟ على مو خلاص كلها كام شهر ونخلص خالص. أنا زهقت. عاوز إيه يا معلم؟ عاوز يعني إيه؟ حجرين اروش دماغي بيهم واشيش. جيب لك خدامه. خدامه ادخل واحده ست عندي في البيت برضو؟ ما يصحش. مال عليك يا معلم، بتعرف في الاصول صحيح، وعينك لا بتروح كده ولا كده. انا عيني لو راحت كده ولا كده اخزقها. بقول لك ايه، انا مش رايقه لك، هقوم اعمل لك الهبابه اللي انت بتشربها دي. وانا ذاكر لك واسقط. بعدين بقى يا ربي في اليوم اللي مش فايت ده. بقول لك ايه، انا هعمل لك اللي انت عايزه وبعدين نتفاهم. حلو، ما دام فيها تفاهم يبقى تمام. يبقى هشايش. صباح القشطه. اشاه دودو. صباح الفل جاهز يا باشا. صباح القشطه يا باشا. جيت لك هنا. اي خدمه اي خدمه. اقول لك حاجه. اسمعها. ماشي. فكر فيها. ماشي. وانساها. ده احنا نهارنا فل باقي. قبل ما تنسى رجعها. رجع ايه؟ وهات الرد وهي عارف، لو جيت من غير رد انت حر. انا بقول لك. بتقول لك. حاضر عينيا. بقول لك ايه يا كابتن؟ اي خدمه. عايز شايف ال 50 سكر زياده. ماشي ماشي، بس ايه، ما يكونش سخن، ما يكونش ساقع، يعني عايز نص سخن ونص ساقع، واخد بالك؟ بسرعه بس. نصه ايه؟ نص سخن ونص ساقع بالطول كده، يعني النص ساقع كده على اليمين والنص او لفها، واخد بالك؟ بسرعه بس. الله، ده دماغه باين في الخمسينه قوي. عامل لي روشه ليه على الصبح؟ عايز ايه يا لأ؟ عايز ايه؟ قلت تعالى. عايز ايه؟ في ايه؟ جبت شاي؟ استنى نص ساعة نص سخن. استنى استنى. عايز ايه؟ انت جديد. ايه جديد دي؟ جديد. انا اقدم واحد في المنطقة، انا جيت هنا وبنوا عليا المنطقة، ماشي؟ مش عايز لماضة. ازاي انا مش شفتكش قبل كده؟ عايز ايه يعني؟ اسره. الحساب مقدما. لا حول الله يا رب. انا يالا ما تقليش الحساب مقدما، يالا ما تخليش شباب جديد عليك كل خوف. الله، وبعدين معاك نص حجر يالا. بقول لك الحساب. ماشي. جنيه ده كويس؟ باين شايف مديك جنيه محدش بيعملها. هارش انت؟ ربنا يخليك ليه. ماشي يا عم. ولا ايه؟ اشرب كوبايه شاي دي وهجي لك على طول، ماشي؟ او احتمال ما اجيلكش، خلي الجنيه ده معايا على ما اجيلك. جنيه ده باين عليه في الخمسينة بجد قوي يعني.
استناني في نفس المكان، انا جايه حالا. ازاي الاختام كلها مزوره؟ طب والحل؟ لازم تجيبي اصل الورق ده. بس ابو جبل بيشيل كل اوراقه المهمه في الخزنه، يبقى انا لازم اتصرف. ايوه بس في حاجه، التوكيل اللي عمله لك ابو جبل ممكن يلغيه في اي وقت، وده مش في مصلحتك. قصدك ايه؟ لازم بيع وشراء؟ يا ريت، يبقى احسن. طب والاوراق المزوره؟ وانت مالك؟ دي مشكلته هو، لو حصل حاجه هو اللي هيتسجن. وانا اشتريت. مساء الخير يا ابو حميد. يا شلاطه، ايه الاخبار؟ كله في السليم، لا تقول لي رأفت الهجان ولا الجنون الزور. اثر. شفت الحلقه الاخيره بتاعت رأفت الهجان ساعه ما البنت طلعت عليك؟ المهم. المهم بقى ابو جبل ده بقى مالكش دعوه بيه خالص. يعني ايه ماليش دعوه بيه؟ يعني ابعد عنه احسن لك بقى. انت اتجننت؟ هي اتجننت ليه؟ ابعد عنه يعني ايه؟ ايه بتفكر في ايه؟ انا بقالي كتير مستنيه. مستنيه. طب بص بقى، انا مؤاخذه يعني انت هتستناه لوحدك عشان ايه؟ ورايا مشوار كده، اروح بتاع 3 4 ايام كده واجي لك على طول. زي كل مره تجري كده جبان. انا اللي بجري ليه؟ انا مش واقف معاك في الخناقتين بتوع باب الشعريه ساعه ما العيال ضربوك. وجريت برضه. مش كنت بجري ورا العيال ضربوك عشان اجيبهم؟ ده انت غريب يا احمد. المهم ما تزعلش. انا شايلك للتقيله. خلينا انا التقيله، بلاش ابو جبل ده. صباحنا وصباح الملك لله. خير؟ انت مالك الشغلانه اللي انا ولا ايه؟ بنتي يا لواحد. نعم. فين فاضيه يا بنت؟ دوري عليها، هتلاقيها متلاحه هنا ولا هناك. وحشتيني، قلت اجي اشوفك. يا اخويا ما تشوفش وحش، كان غيرك اشطر. انت مالك حمى كده ليه؟ الا انا حر. خدي ودي معايا في كلام شويه. وبعدها معاك شطبنا جبرنا. يلا بقى ورينا عرض كتافك. امشي انا؟ اتفضل. بكره تندم. الله، رجاله حلوه بس النفس. تعالوا يا بطاطا. ايه القشطه اللي جايه؟ القشطه يا بندق. عيني يا معلمه. يا بابا خير يا حبيبي. حاضر يا معلم. خف يا خفيف. عمنا اشرب الشيشة. هلا دودو. عينيا معلمة. اشرب الشاي يا راجل يا عجوز. ايدي. بقول لك ايه، ما تخسرش معايا كده. ايه؟ كبار دولار. ايه؟ ما تقول الربيع، ما تودناش في ده، احنا مالناش في الحاجات دي يا باشا. صباح الفل. انا المعلم زكي ملك الارض هنا. معاك؟ معاك كتير. كام يا؟ خمس بكاوي خضر. حسين. في جيبي. ثلاثة زهوب في الفرداني. يمشي. ولا دودو. نعمين يا باشا. هات شايل المعلم على حسابي. عناية يا باشا. استنى بس. روق كده. نونو نونو. مش فاضي. ولا دودو، كل الطلبات اللي هتنزل للافندي على حسابي. الافندي منين؟ مجاورين. شكر الله مسعياكم، ما نجيلكش بحاجه وحشه. ما تيجي نمشيها 33 يوم. ما ينفعش 33. يا عمونا نفهم الكلام، نقسم البلد بلدين. افتح لك. ادي ده لدودو. ولا ابو ايه؟ ولا معلم. اثنين. هاتوا لي بيان اهو. مواه نايف نايف. احمد احمد جايين ورانا. احمد جايين ورانا. طيب تعال فوق. ايه
وزاك الدلدش وكان هيموت فيها. يسلم بوقك على النعمة، حلال عليك الجنين. يلا بقى واللي بعده واللي بعده واللي بعده. شوف شغلك يا وارد. وفين الجنين؟ الله، في ايه؟ مالك متسرع كده ليه؟ المعلم فين؟ ليه؟ زاك عضلات. ماله؟ انضرب. مين اللي عمل فيه كده؟ صدقيني انا جاي اتحمى بيتك يا شيخ. حرام عليك، تلاقيك عامل عامله وحشه زي وشك وما توديني في داهيه معاك يا شيخ. حرام عليك، ده انا ست وحدانيه. مبسوط تلاقيهم عارفوا انك جيت عندي؟ الله يخرب بيتك، انا كنت ناقصاك. اقف اقلبوا على الحاره، اوعى يفلت منكم. ليه؟ خلص عليك. الله يخرب بيتك، انت عملت ايه؟ الحاره مقلوبه والرجاله عماله تدور عليك. خناقه مع زكي ويستاهل كل اللي جراله. يخرب بيتك، انت وصلت زكي عضلات؟ يلا اتفضل ورينا عرض كتابك. ما اقدرش اخرج دلوقتي. نعم، هتامك امال هتخرج امتى؟ ها؟ اما الجو يروق بره. يروق؟ بقول لك ايه؟ انا ست وحدانيه ومش ناصر، مش قد رجاله ابو جبل. ورينا عرض كتابك. لو خرجت دلوقتي الليله مش هتعدي على خير. تعدي على خير، تعدي على شهر. بقول لك ورينا عرض كتابك. الحمد لله، بس هيحتاج علاج 21 يوم. على اذنكم. الحمد لله، اطمني عليه. ان شاء الله بقى نروح البيت عشان نرتاح. باين عليها ليله مش هتعدي. انا مش فاهمه كان مستخبي لي ده فين بس يا ربي. اتفضل.
يا سلام. ايه هتصورني؟ ما تخش. انا مش فاهمه بقى، ان شاء الله انت هتنام فين وانا هنام فين؟ على السرير. وحياه امك. بقول لك ايه، الكنبه اللي انت واقف جنبها دي اترزق فيها لغايه الصبح، ومن النجمه توريني عرض كتافك. سامعني ولا لا؟ مش ناقص انا مصايب حاجه تقرف. مصيبة. وجودك هو اللي هيعمل لي مليون مصيبة. اتفضل قوم امشي. طب
مستني بس اما الليل ليل. يا سلام، ولما يجي الليل تقول لي استنى ما يجي النهار، ولما يجي النهار تقول لي استنى ما يجي الليل. بقول لك يا راجل انت، بطل شغل التلات ورقات بتوعك دول وتفضل اتكل على الله. ايه رايك بقى؟ ما تخافيش، اوعدك ان همشي ومش هتقل عليكي اكتر من كده. اسمع بقى يا جدع انت، ايه رايك ان انا هطلع معاك جدع للاخر وهنزل انا واسيب لك البيت، بس عايزه لما ارجع ما القلكش اثر هنا. يعني ايه؟ تخرجي تروحي فين؟ اكل العيش، ولا عايزني اقعد جنبك اسليك؟ خروج لا. هو انا بقيت تكون فاكر انك هتخوفني، انا ممكن اصوت والم عليك خلو، واللي يحصل يحصل. يعني مش هتبلغ البوليس؟ بوليس؟ لو كنت عايز ابلغ البوليس كان زمانك بقيت هناك من امبارح. طيب يا ستي، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تجيبي لي لقمه معاكي وانت جايه؟ يا سلام، حط يا جدع انت فلوسك في جيبك، ما انت ضيف اجباري، وهو بالمره اشوف المصايب اللي انت عملتها بره. ليه خايف عليا؟ لا خايف على نفسي، بس بقولك ايه، حسك انا بتتحرك من على الكنبه دي لحد المحك من الشباك، سامعني ولا لا؟ ما تخافيش، مرزوح هنا. احسن خليك مرزوح، ياكش ارجع لقاك ميت. امر الشاي بقى. صباح الهنا، صباح الفل. خد يلا للصباح. صباح الفل. لا لا، اخبار زكاة خطره خالص، ربنا ينفخ في صورته. الا ما عرفوش مين اللي عمل العمله السوداء المهببه. انا فاكر وشه كويس. لكن شفته فين وامتى؟ مش عارف، بس ده قدر عليه ازاي؟ يقولوا فات عامل ولا البهلوانات، عمل حبتين تنطيط امسكي ده راح متكوم على الارض ما قامش تاني. ربنا كبير، افوتك يا واد بعافيه. صباحك فل يا ست الكل. صباح الرضا. طمنت ان انا ما بلغتش البوليس. انت لو هربت من البوليس هتقدر تهرب من ايد ابو جبل ازاي؟ ده ناوي سيح دمك. عارف يعني ايه سيح دمك؟ الله، مرا راجل انت، انت لو جبت سكت قلبي عمال سايبني عمال اهاتي مش هتطرد عليا ليه؟ يو ما تقولي ناوي تعمل ايه؟ مش عارف. نعم، مش عارف. يعني ايه بقى مش عارف؟ بصراحة مش عارف. هو كلام اللي المدون عليه الزبدة يطلع عليه النار يسيح ولا ايه؟ انت مش قلت انك ماشي من هنا؟ ولا لحست كلمتك؟ بيتهيألي انا طلعت معاك جدع وكان لازم تطلع اجدع مني. بس انت، احنا مش اتفقنا افضل هنا لغاية اما الليل يليل؟ لكن انا بقى اديت كلمة وطلعت اجدع من مليون راجل. خدي كلي يا اخويا، كلك سم داتك مصيبة على برودك. يا ست كملي جميلك وخليني قاعد لغايه ما الليل يلاقي. تعرف لو رجعت في كلامك هضطر اصوت والم عليك الدنيا. وانا كمان هصوت معاك. تعرف ان دمك خفيف؟ الا قول لي اسمك ايه؟ احمد. احمد. كل. بقول لك كل. معقولة؟ معقولة يا هام هاني بالسرعة دي قدرت تجيب المستندات دي؟ ما يجيبها الا ستاتها. بقول لك ايه، كل حاجة دلوقتي معاك تمام، والتوكيل بتاعي معاك، يبقى الموضوع ده لازم يخلص بأقصى سرعة ممكنة. ايوه بس انت عارفة ان ده بيعي وشراء، يعني لازم كل حاجة تاخد وقتها. ها؟ وعلى فكرة لازم تخلي بالك علشان محدش يشك فيك. متخافش عليا، انا مرتبة اموري كويس قوي. المهم انت تخلص بسرعة
عشان الاوراق دي لازم ترجع للخزنه على طول. ايوه انت مستعجله ليه كده؟ يلا بقى عشان اكمل تمرين. ايه مستعجله ليه؟ بقول لك ايه، مش لازم حد يشوفنا مع بعض كتير. خلص وبلغني. باي. من عينيا. بقول لك ايه يا جدع، انت باين عليك طيب وابن حلال، ايه رايك تسلم نفسك للبوليس؟ انت ما انتش ادب وجبل ورجالته والناس ظلموا ومفتريين. انت اكيد اتكويتي بنار. من سمعك المغزل على نصة الشارع اللي انت شايفه ده كان بتاع المرحوم جوزي، وفي يوم احتاج لفلوس خده من ابو جبل بالفايز، لكن جوزي ما قدرش يسيبهم، وطبعا ابو جبل طمع في المخزن وقدم اوراق مزوره انه بحوله، رفعنا عليه قضيه، لكن جوزي ما استحملش الصدمه اتشل، اضطريت ابيع اللي قدامي واللي ورايا عشان اعالجه، لكن ربنا افتكره والقضيه لسه شغاله لغايه دلوقتي، لكن انا ما سكتش وقفت لابو جبل ورجالته. اتضربت يا بدريه. وانت ايش عرفك؟ كملي. اضطريت انزل عشان اشتغل واكل لقمتي بعرق كبير، وافضل في الحاره هنا عشان اخد حقي وحق جوزي، لكن للاسف الحلو كله لقيته مر زي الزفت. ده حال الدنيا يا بدري. ليه الناس بتسرق بعضها؟ ليه الحق بينهم بيضيع؟ ليه الضعيف مالوش سند؟ الناس بقت زي الكلاب السعرانه. معلش يا بدري، ربنا موجود ونعم بالله. اسف يا بدري، قلبت عليك الموعد. لا انا ظهر اللي كان جوايا حاجات كتير قوي لازم تطلع. ايه اللي اقدر اعمله؟ ولا حاجه، انت لازم تمشي من هنا. حاضر يا بدري، انا ماشي. احمد خلي بالك من نفسك. كتر خيرك يا بدري. بقول لك ايه؟ ايه؟ استنى لما اجيب لك هدوم لمسك وتحرك وانت نازل كده. دقيقه واحده. خد البس دول. بتوعك دول؟ وبعدها رياك، انت لسه فاكرني مسترجله برضه؟ بتوع المرحوم اهو كان مقاسك، بس ياكش بقى ما تحصلوش انت كمان. بقول لك ايه؟ عبال ما تلبس هدومك هبص لك على الطريق عشان تقدر تمشي. خايف عليا؟ يا ترى الدنيا مخبيه لي ايه تاني؟ انا مش قدك ولا قد ناسك، انا ست وحدانيه ومكسوره الجناح. استغفر الله العظيم يا رب. خف عليك يا هام، بقى في الهم لو فوتكم في الجبس فوتوني. غصب عني يا زكي، ما كنتش عاوز حد ياخد باله، بس والله كان قلبي بيتقطع عليك. قطع عليا ليه؟ ولا يهمك، انا جامد قوي، لا يهمني لا كسر ولا حتى هدد. كذاب يا زيكا، كذاب قوي. امال طولت بقى في المستشفى كده ليه؟ مستيك مين؟ اجازه. اعتبريها اجازه وضع. ربنا ينتهك بالسلامه.
انا اصلي بصراحه لازمني شويه راحه على شويه استجمام على شويه علاج طبيعي عشان هخرج اجيب عليها قضيه هتهربق الدنيا. قولي يا هيوب ما تيجي بقى نهربق. لم نفسك لكسر لك اللي باقي منك. يا ريت كمل زمان جاي. اوه ايه اللي هيجيبه ده دلوقتي بس؟ هو عارف ان انا جايه ازورك وهيعدي ياخده. ربنا ياخده. ما هو لازم يتسلك بقى ويخلصنا. ولا لازم يعني انا اللي اخدمه واصنفر له السكه؟ امتى اخرج لك من هنا يا جميل؟ اشمعنى يا بورا؟ عشان ارد لك الجميل. كسر رقبتك. مين؟ انا بدريه. انت مين؟ ابو جبل. ابو جبل؟ وايه اللي جايبك الساعه دي؟ هنفضل نتكلم كده من ورا الابواب؟ يا سلام، في حد بيجي في نصاص الليالي كده؟ دول كلمتين وكل واحد يروح لحاله. طب استنى شويه لما اجيب حاجه عليا. انت عارف ان انا ست وحدانيه، وجودك وقت زي كده يشبهني. اتفضل قول اللي انت عاوزه وخلصني. انا عايز ارضيكي واريحك. لو عاوز ترضيني وتريحني ترجع لي حقي وحق المرحوم جوزي. ده اللي انا جاي لك علشان يا جميل. نزل ايدك يا راجل يا ناقص يا واط. انت لبرك كرشك جرايا بدريه. انا رايد لك الخير. لو رايد الخير صح ترجع لي المخزن. موافق. بس انت كمان توافقي على ايه؟ على الحلال يا غاليه. بقى انا بعد موت جوزي وبهدلتي بسببك اوافق عليك انت يا قره الرجاله؟ بره بره يا واطي يا ناقص يا بعين زيغه. بره بدل ما لم عليك خلقه. يا عالي يا بدريه انا ابو جبل. لو ضغطت عليكي هخليكي تيجي زحفه على ايديكي ورجليكي. يوم ما اجيلك زحفه على ايديا ورجلي هيكون في ايدي سكينه عشان ارشقها في قلبك. وعلى ايه؟ الطيب احسن. بس ما تنسيش بقى يا بدريه ان انا جيت لك لغايه عندك ومديت لك. ما تبقاش تمد ايدك في السكه دي تاني، لانك لو مديتها هارطم لك التانيه. ماشي يا بدريه. الايام بينا. الايام بينا يا بدريه. يا نهار اسود اللي جاب ابو جبل عند بدريه. هيام الست هيام اللي فيها بريزه على الاقل. 218 215 214. كفايه يا عم كفايه يا عم خيالتين. لما تقعد بقى مالكش دعوه. انت ماليش دعوه ماليش دعوه. هو كله من صحتك. وبعدين انت نمت فين امبارح؟ نمت هنا. لا انت كذاب. خليش امد ايدي. لا مش كذاب. نمت فين بجد؟ بنت عندها. بنت عندها؟ في بنت عندها بجد والله؟ حلو؟ ما قلتليش بجد. بقول لك بقيت عندها. اه بقيت عندها. انا قلت بقى بنت عندها وناخد البنتين واخد بالك ونروح نقعد. بلاش هزار. المهم يعني نويت على ايه؟ هتجنن يا شلاطه. ما انت اللي جايبه لنفسك يا عم احمد. ايه هو اللي جايبه لنفسي؟ ما انت لو خلصت من زكي مش هتخلص من ابو جبل. يعني ايه اخلص من زكي؟ شلاطه انا مش خايف ولا من زكي ولا من ابو جبل. يا عم مش خايف منهم ازاي؟ خلينا في حالنا يا عم احمد. يعني ايه خلينا في حالنا؟ احنا مالنا ومالهم وهما في حالهم واحنا في حالنا. ها قلت ايه؟ مش قادر يا شراطه. مش قادر. مش قادر انسى. مش قادر تنسى ايه يا عم احمد؟ مش قادر انسى اللي حصل لابويا. انا شفته بعيني وزاد الهم اكتر لما قابلت بدريه. يا دي بدريه. لا ايه مالكش دعوه بدريه. يعني هتعمل لهم ايه؟ هيتفرجوا سمك. انا معاك يا عم. يلا يا واد يلا. وخليهم اتنينات وحتى على العربيه هناك. معلم افتكرته معلم. هو مين يا اللي ضرب زكي عضلات يا معلم؟ مين اللي جاي يسال على القهوه على بدريه؟ طب غور انت اللي جاي يسال. قلت لك غور. اشتركوا في القناة.
واد مين ده يا اخويا اللي بتسالنا عليه؟ الحرامي اللي سرق كيس فلوسك. حرامي وسرقني ورجع ورجع لي فلوس، ايه اللي مزعلك انت بقى؟ هو في حرامي بيرجع الفلوس اللي سرقها؟ اسمتي اصل امي دعيالي، وقعت في حرامي عنده ضمير وقال مش زي ناس. وانت كنت سرقت فين بقى يا بدريه؟ الله، هو تحقيق يا ابني؟ يلا يا عم ورينا عرض كتابي، خلينا نشوف شغلي. الله، من عينيا هوريك عرض كتافي. الو، صباح الخير يا ست هاني. صباح الفل، انا دودو. صباح الفل. اما انا ليكي عندي اخبار مهمه قوي 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 يا ست الكل. المعلم ابو جبل راح لبدريه. حصل امتى الكلام ده؟ طيب فتح هنا كويس قوي يا دودو. مفتحها قوي يا ست هاني، بس يعني حضرتك تفتحي قوي معانا. انا دادو. نعم هنا يا اسطى، جاي اهو. هننزل يا ست الكل. سلام. طيب يا ابو جبل، اهلا اهلا يا مرعب المعلم. يا سيد المعلمين، اهلا معلم ابو جبل، خطوه عزيزه يا معلم. جاي لك في خدمه يا معلم بسطويس. رقبت سداد يا معلم. مين من رجالتك في السوبر شيد؟ ايه، حد سرق منك حاجه؟ اه هيسرق عمري. معلش نعملها معاك يا معلم. ولا بشرة معلمين يا معلم. مين في سوبر جيت؟ المنطقة فاضية يا معلم من يوم ما خدوا سلامة وبيومي. مين اللي شغال هناك؟ دي عيال نطاطة يا معلم. ما تعرفهمش؟ يمكن الواد شلاطة. أهلا يا معلم، إيه اللي جايبك بدري السعادي مش عوايدك؟ وحشتيني. بعمارة ما سبتني امبارح عند زكي في المستشفى، وقلت هتيجي تاخدني وادي وش الضيف، مش كده؟ حقك عليا، كان عندي شغل. خش في قلبي، خش كني يا معلم. عليا انا برضو الكلام ده. انت جاي منين دلوقتي؟ جرى ايه يا هيام؟ انا ما احبش حد يدخل في شغلي، انت فاهمه؟ برضو ما قلتليش انت جاي منين. كنت بعس على الواد ضرب زكي عضلات. طول عمرك شهم يا معلم. على فين؟ هوضب لك عادتك. نوب على العقبة السعودية سوريا، رحلة رقم واحد للتواجد بالسيارة 41 داخل المحطة. صباح الخير يا بدرية. الله، ايه اللي حضبك هنا تاني؟ وحشتيني جدا وجيت اشوفك وارجع لك الهدوم اللي خدتها مني، وبالمرة تشكر لك. بقول لك ايه، ابو جبل جه سال عليك هنا وانت مش قد ولا قد رجالته. اعمل معروف، اهرب، روح اي حته. كيف عليك؟ الكذب خيبه. بقول لك ايه، بالمره كمان خد الفلوس اللي انت كنت سايبها معايا شايلها وشايله همها، وخايفه لا تطلطش مني. يلا روح بقى. الوم ما تخافيش، انا اللي بدور على ابو جبل. انا خايف عليك. بدري ما تقلقيش، انا اللي بدور عليه. معلومهم ادي عنواني وتليفوني، لو سالتي عليا 100,000 واحد هيدلك عليا. طب ولو ما عرفتش؟ سالي شلاطه. هاتوه ورايا على المخزن. يعني عشان قلت للمعلم ابو جبل انك انت تعرفي الواد الواد زكي. الله، طب ما انت ما كذبتش عليه في حاجه. بس انا كنت خايف عليكي ليأذيكي. وعايزيني ليه يا واد؟ يا اخويا الشطر على اللي ضرب. الله، وانت عارفه يا ست بدريه ان هما مسكوا الواد واللي معاه وحابسينه في المخزن لحد ما المعلم ابو جبل يجي. يوم سبتي احمد. عالم في الخمسين يا باين. لا 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 يا اخوانا يا اخوانا، لا 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 لا، ده ما ينفعش كده خالص. لا لا، ايه ايه يا جماعه؟ عيب والله. طب هتقول حد يجي لك يتكلم معاه؟ طيب يا
حبيبي بعيد عليك. بقول لك اهو، انا بقول لك حبيبي بعيد عليك يا اخوانا، ما ينفعش كده. ممكن استعمل التليفون؟ متشكر قوي. اتمنيت عليك. بقول لك ايه، ده مسكوا شلاطه وحابسينه في المخزن عند ابو جبل. بتقول ايه؟ طب انا هستناك عند الكشك في نفس المكان. طب ما تتاخرش. طب انا جاي لك هناك على طول. سارقها ده ايه؟ عربية زبون يا بدرية، اركبي. ها وناوي هتعمل ايه دلوقتي؟ تطلع الواد شلاطة. تطلع شلاطة؟ ماشي، وانا هساعدك بقى على دخول المخزن عشان تعرف ان وراك رجالة مش اي كلام. اطلع بينا. على فين يا بدرية؟ وبعدها يا راجل يا نص كوم يا عيال اللي بتصوري كده بتشوف طلبت عريبه. طب وحياه امي وامك دخلي اللي مشان يتفرج عليك هنا، ايه رايك بقى؟ يا ناس يا عيال حرام احمد. انت فين يا احمد؟ دي حركه بتعملها فيها تسيبني؟ بس انا ما رضيتش اقول لهم على اسمك خالص، قعدوا يقطعوا فيا وانا ما رضيتش اقول لهم على اسمك. هداه ودود. ها يلا يلا بينا اهو. شنب في الحته وفرعون الحته ومش قادرين عليه. اهدى يا ابو جبل، امال اهدى ازاي؟ مش لما اعرف الجرح ده ازاي دخل المخزن وهرب زميله؟ انتوا رجاله ورق غور غور من وشي. الناس كلها في الحته ما بتتكلمش غير عنك وعن اللي عملته في رجاله ابو جبل. وانا لسه عملت حاجه يا بدريه؟ الله، انت في ايه بينك وبين الراجل ده؟ بعدين هقول لك، ما تقلقيش دلوقتي. اعمل معروف بلاش الراجل ده، سكته كلها خطر وممكن يخلص عليك. ده ممكن يخلص عليا؟ وانت خايفه عليا يا بدريه؟ الله، ما خافش عليك ليه؟ Thank you.
زود الصبر حالك، هنسيكي كل المر اللي شفتي في حياتك، هنسيكي حتى اسمك. يا ريت حتى اقدر انسى اليوم اللي اتولدت فيه. يا ريت. لا 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 ما تخليكي حلوه امال هتبقى قشطات وعسلات من واسع. غصب عني يا زكي. طب تيجي بقى ارد لك الدنيا اللي عليا. زكي احنا في المستشفى وبعدين انت لسه عيان. عيان؟ 12 ده انا 100 فل و14 وبعدين بقيت فورم اكتر من الاول 100 مليون مره. وبعدين شايفين عيان مشحط ما فيهاش نفس. اديني نفس. مش كيف مناوله برضه هيقوم. هناولك بالبوكس. مين يا واد؟ أنا يا معلم الراجل اللي بتدور عليه. لا يا معلم، مفيش داعي للسلاح. كده نعرف نتفاهم. أنت
نتفاهم؟ نتفاهم على ايه؟ انا يا معلم سمعت عنك انك راجل شهم وجدع وحقاني كمان، بس لازم تعرف يا معلم انا ما غلطتش في زكي عضلات، هو اللي حاول يسرقني. لما كنت شايف يا معلم اني غلطت في حقك رقبتي ليك، اذبحني. وايه اللي جابك عندي؟ نفسي يا معلم ابقى واحد من رجالتك. انت منين؟ من الدنيا يا معلم، بس عجبك قوي. واللي انت عملته مع زكي عضلات؟ استسمحها يا معلم لو ده يرضيك. وبدريه؟ يا معلم كل ده في الهوا، انا حبيت اتشقى شويه كده، لقيت السكه مقفوله. وبعدين يا معلم ما اقدرش اتعدى على حتتك. سكتك خضراء. صحيح يا معلم؟ ابقى واحد من رجالتك؟ مديلي ايدك يا معلم. حد ما يحبش الشربات يا بدارة؟ اهلا يا سي زكي، الحمد لله على السلام. عش من شافك يا بدرية. كويس ان ربنا طول لنا في عمرك عشان تطلع وتشوفنا. انا اتخذت غدر يا بدرية. هادي تضحك بقى، معقولة تتخذ غدر وانت مالك الغدر؟ بس انا حجيبه يعني حجيبه، ومش كده بس، المعلم ابو جبل هيساعدني وحجيبه. ايه ده يا زكي؟ احمد معايا. اسمع يا رجاله، انا غلطت في المعلم زكي مش كده وبس، وغدرت بيه كمان، وجاي النهارده بالذات عشان استسمحه، ولو يقبل ابقى واحد من رجالته. والله براوة عليك، عداك العيب. صح كده يا زكي. يلا حبايبي اخوات كده يا ابو جبل، بقى بعد كل اللي عملته معاك تبيعني اوام اوام وتكسر مناخيري وتزلني وتشغل عندك الواد اللي كان عايز يقتلني؟ تفتكر يكون شاكك ان في بيننا حاجه؟ لا تفتكرش، ابو جبل غالي قوي، والا ما كانش كتب لي كل املاكه وثروته. بس هو ما يدمنش دلوقتي هو بيفكر في ايه بالظبط. لا 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 لا، جرى لي كده بنت الناس هتملي عيب فران ليه؟ كده ابو جبل يبقى خطر علينا وحفر قبر بيته. مش عارفه، انا خايفه قوي من اللي جاي. جالك يا غيوم تخاف ومعاك ابو زيك؟ ده انا ابو زيك. زمان مكنتش بعرف الخوف، كان ليا أم وأب وبيت، كنا فقراء بس سعداء. في لحظة راح مني كل حاجة، أمي ماتت ويديني لأبو الجبل تخلص حق. فجأة لقيت نفسي في حضن راجل أكبر مني بـ30 سنة، ضاعت مني أحلى أيام حياتي. يا بنت الناس لا حول الله. طب وانا رحت فين يا انت؟ انت جزء من الضياع ده. وليه السكه العتمه دي يا هيام؟ ما هتبقى قشط والفلوس هتجري في ايديكي وهنعمل بيها اللي احنا عايزينه. وتسوى ايه بقى الفلوس قدام شبابي المدفون بينك وبينه؟ لا 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 لا، ده لون جديد اول مره اسمعه منك. من هني؟ من دقتي من الدنيا؟ انت ايه مش مستحملني انت كمان؟ انا فاشل، ده انا اشيلك في الموش عينيا. يوه انا عاوز اروح. وكمان جايب رجليك لغايه فين؟ مالك يا بدريه؟ يلا غور في داهيه. ايه خير؟ بقول لك غور في داهيه. ايه اللي حصل بس؟ يا ترى كنت بتبيعني ولا كنت بتبيع نفسك ليه؟ ايه الكلام اللي فيه؟ انت بدل ما اتفرج عليك خلق وخلي ما يشتري يتفرج عليك. يلا يا واطي يا خسيس يلا. ليه الغلط ده؟ بقول لك يلا. انا اسيبك تهدي شويه. يا سلام يلا. ايه
انت اصلك مش فاهمه حاجه. طب فهمني انت بقى يا ابو جبل، بقى يكسر عظم الراجل بتاعك وبعد كده تشغله عندك؟ زكي عضلات انكسر، ما بقالوش الهيبه بتاعت زمان بقى بعد اللي عمله لك ده كله. كل شيء بتعمله هيام، واليومين اللي فاتوا دول الواد زكي بقى طماع، وكويس ان الواد ده كسره. يعني انت بقى عايز تذل زكي؟ الله، انت مالك محموقه كده ليه؟ انا ابدا، بس ما يصحش اللي انت بتعمله ده. اللي انا بعمله ده عين العقل، ده شغلي كده اهو. بص عليك يا ابو جبل، وانا يعني عايز حاجه غير مصلحتك؟ وبعدين ده واد غريب وانت ما تعرفش عنه حاجه، ازاي تامن له؟ ما هو ايه بس؟ مش هيغيب عن عناية. مالك يا ابو درويش؟ الكحة يا ابني هتموتني. ايه اخبار الموتور يا ابو درويش؟ الموتور ده يا احمد يا ابني مضروب بايظ، ما ينفعش. ايه يا ابو درويش؟ لازم يروح للمعلم يشوف في صرفة، وش السلندر بتاعه بايظ خالص. كل المواعيد ده كده؟ ايوه. 5000 جنيه مش هيأثر يا معلم رمضان. صدقني يا معلم ابو جبل، انا بايع بالخساره. ده انا بدفع دم قلبي عشان اهرب البضاعه من بورسعيد. يا راجل دماغك بقى، كلام المعلم لا يرد. خليك محضر خير يا استاذ زكي. احنا لينا 10000 جنيه يا معلم. تدفعهم لينا ونبقى حبايب. مش هتدفعهم افتح الله برضه احنا حبايب. احنا بقى اللي بنقول لك افتح الله النهارده. يا معلم رمضان. الموتين اللي انت جايبها كلها مضروبه. الكلام ده يا احمد؟ رمضان بيغشك يا معلم. ده عيب الكلام ده. ومش عيب عليك تغش حبايبك؟ بقى كده يا رمضان؟ ما تصدقوش يا معلم، ده تلاقيه موتور ولا اتنين اتحطوا غلط في البضاعه. كل البضاعه بايظه يا رمضان. عموما انا ما يخلصنيش اكسر الحبايب. بقول لك ايه؟ اتكل على الله، تعدى عليا بعد اسبوع شوف حسابك ايه. ماشي يا معلم، هجي لك بعد اسبوع. سلام. انت قاعد جامد قوي، عرفت ان المواتير دي بايظه ازاي؟ البركه في عم الدرويش، قال لي كل حاجه. درويش؟ وما قاليش انا ليه؟ جرايه يا زكي، ما انا وانت واحد. خليك معايا. انا دودو. صباح هلا. عناية يا معلم. ايه يا عمنا؟ صباح الفل. منورنا يا باشا. خد شويه تلمس يا دود. الله يخليك. يلا ادوينا بقى. معلم ابو جابر راضي عنك يا عم. ما دام معلم راضي يبقى انا كمان راضي. حكيم انا احب الناس اللي مخلصين قوي. بقول لك يا ابو حميد. نعم. انا الاوان وهفتح لك كل الجبال. قول يا زكي شوقتني. هنبتدي بقى هنخش على الملاهب الكبيرة قوي اللي على البال عشان تعبي وتلغ وتندهل. بقول لك هارش. عن إذنك، راح مشوار صغير وكده راجع لك. صباح الخير يا عم علي. أهلا ست بدرية. ألاقي عندك بنطلونات جينز؟ مفيش. طب وصيلي على اتنين احسن، انا بستعملهم في الشغل. عينيا ان شاء الله. عايز تكلمني في ايه؟ بقول لك ايه؟ بدريه استبح وقول يا صبح اللي خلي ماهر يتفرج عليه. انت مالك بتخانق كده على طول؟ انا حر يا اخي. بدريه في كلام كتير لازم اقوله لك. اهي دي حكايتي يا بدريه. عايش طول عمري احلم باليوم اللي انتين فيه لابويا وامي. وليه ما قلتليش من الاول؟ ليه خليتني اظلمك؟ المهم انك عرفتي دلوقتي يا بدريه. يا ريتني ما عرفت، اهو كده هيزيد قلق عليك بدل الليل هيبقى نهار وليل. ما تخافيش عليا يا بدريه. ربنا يستر. مال عصام لميت العده من العربيه؟ طب روح وديها تاني عشان الصبح ينسى وياخدها معاه. ايه؟ السلام عليكم.
باشمهندس مش موجود يا ماما. عايز اقول بورسعيد ويرجع بالليل ان شاء الله. يعني يجي امتى؟ يا عم يا خناقه هيجي بالليل بقول لك. طب انا عايز اوف عربيه. مالها العربيه؟ اصلحها. ايه اللي حصل لها يعني؟ دبريه سقط. دبريه سقط؟ يا ساتر دبريه سقط. ولا بيه نطلع مع الزبون يا بيه. انا عايز باشمهندس او شلاطه. شلاطه اللي هو انا. عايز انا اطلع اصلح العربيه؟ صح. وانا بيلي اجهز العده بتاعت الدبرياش لما بيقع ماشي، وبعدين حصلنا لما اجي ماشي. يلا يا عم سقط قوي الدبرياش. ايوه فضل طول عمره يحلم باليوم ده لحد ما اتنطط عليك وتسهمك عليك ونط جوه عبك واستنى الفرصه عشان يضرب ضربته. جرى ايه يا زكي؟ انت فاهم ان انا مش فاهم كل حاجه؟ ايه يا زكي؟ انا ابو جبل ولسه ما تهددش. معاش اللي يهدك يا معلم. مين اللي قال الكلام ده؟ والله ده مش كلامي. ما تنطق. مين اللي قال الكلام ده؟ عموما انا معايا دليل. روح انت شوف شغلك روح. اتفضل يا معلم. شفت السحنه دي قبل كده طبعا. انت يا ياض قول للمعلم سي احمد بتاعك كان بيحلم بايه؟ نازل ايدك طيب. كان بيجي له كابوس وبيقول قتلته خلاص؟ قتل مين؟ قتلك انت يا معلم. ايه؟ طب مش تسأل في الأول يبقى ابن مين؟ ابن مين يا زكي؟ ابن زهران السبعاوي. أحمد زهران السبعاوي. زهران السبعاوي. فتحت قبر أبوك يا أحمد. بس مش أنت اللي هتقفله. فين الواد اللي اسمه احمد؟ احمد مين؟ احمد عشيق يا بتاعت الشرف. اخلص يا كلب يا واطي، طول عمرك ديلك نجس. انت اخر واحد تتكلم على الشرف يا اخي اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطول. خلاصي وكمان عايز تمد ايدك عليا. سبعاوي اسال نفسك انت ادرى. بقول لك ايه،
انت اللي هتعمليهم عليا؟ انا ابو جبل اللي كعب جزمته تتهزله شناب. بقول لكم ايه؟ انا عايز الواد ده هنا اللي نادي وبسرعه. لا يا معلم، الموضوع ده يخصني انا، ده طاري ومحدش هياخده غيري انا. يلا بينا. ايه حكاية اللي بيته من الازاز ما حدفش الناس بالطوب دي؟ قول يا بدرية كلمني. كويس ان انت اديتني ودنك، ست الحسن والجمال. مين؟ اللي انت انيها اللي مرمغت شرفك في الارض، ومع مين؟ مع دراعك اليمين كان مقطوع. انت بتقولي ايه؟ بقول اللي ودانك سمعت. يا سيدي الرجاله، يا ابو يا ابو جابر. مفيش مساء الخير؟ ناقصك حاجة يا هيام؟ ناقصني أنت يا معلم. أنا ما قصرتش معاكي في حاجة. لا، أنت مالك يا معلم؟ ماليش، تعبت وزهقت وعايز أرتاح. راحتك معايا أنا يا معلم، ولا انت بقى شايف لك شوفة تانية؟ أنا خلاص عايز أبطل شغل وأعيش. ومين بقى يخلص لك شغلك؟ الرجالة كتير، الواد زكي. زكي؟ بس زكي ما يسدش لوحده. لا، زكي عارف أصول الشغل كويس قوي، ولو حب يفهم حاجة يبقى يسألني. الو. ده دودو. بقول لك ايه؟ ايوه مين؟ يعني هتكون مين يا حمار؟ انا يا معلم. اهلا وسهلا. بقول لك ايه؟ شوف لي زكي فين وخليه يجيب له عربيه ويجي. حاضر يا معلم، حاضر. عينيا حالا. وانت عايزه في ايه سعادتي؟ مسافر يومين كده، اخلص فيهم شويه شغل وبعدين ارجع لك. ايه ده يا معلم؟ وهون عليك تغيب عني يومين بحاله؟ هرجع لك باذن الله، ما تستعجليش على رزقك. الجبل بيقول لك خد العربيه المرشيدس وروح له. قال لك المرشيدس؟ مرشيدس. غور من وش؟ ماشي يا حمامة. ماشي. بقى انت ابو الزيك انت؟ حتة عايز ده يقرب منك كذا مرة؟ جرالك ايه يا ابو الزيك؟ عامل لك ماتش اعتزال؟ لا 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 لا، مفيش داعي يا معلم. انا برضه ابو زيك وهفضل طول عمري ابو زيك. اظن يعني ملف خدمتي وافي ويشرف اي حد. بلا خيبه، انا كنت مخشوش بقى وبقول ورايا رجاله. الله، ما انا طول عمري بالرجوله. ولا يا استهيام ما تتكلمي. ما تهدى يا ابو جبل، زكي برضه دراعك اليمين وبيحبك. وبعدين بصراحه بقى انا عمري ما شفتك كده. ما هو كمان عيب قوي لما حته عيل زي ده يتمهزق بيا وسط الناس. الناس تعمل لي حساب ازاي بعد كده؟ ناس؟ ناس مين دول يا معلم؟ ده انت سيد الناس وسيد المعلمين. طب والنعمه اللي باكلها من وراك يا معلمي؟ وحياه الست هيام، لاكون جايب لك بيان وبيان اللي يتشددوله. خلاص بقى كفايه كده، انا عاوز ارتاح. يلا بيتك بيتك، المعلم هيسافر. طب فدتكم بعافيه. بقى ايه نشم شويه كده بلاش، وبعدين عايزك بقى ايه
سعيد كل اللي بقى في المعركه اللي انت اتضربت فيها، وبعدين انت اول واحد تضرب معايا ده يعني يا عم احمد؟ ما احنا ما اتضربنا. دايما فايق كده. لا مش فايق. انا بص، طب بص اقول لك حاجه، اعمل لك اكل بلاش. مش عايز اكل. انا جايب برتقال، اعمل لك مثلا بيض بلاش. مش عايز اكل. ما تجراش حاجه بجد يا احمد، انا عايزك تتغذى والله. يعني انت هتخش على العصابه دي تاني ازاي مثلا؟ وبعدين انا مش عايزك تروح هناك خالص. بص انا اعمل لك ايه؟ بيض. وانت بتعرف تسلق بيض حتى؟ ما جراش حاجه، ما نقلهولك يعني اتعلم. ما جراش حاجه بجد يا احمد. اقول لك ايه؟ ايه اخبار بدريه؟ بدريه كويس الحمد لله. عامل لك بقى بيض بالبسطرمه واخد بالك، فيبقى عليه ال ايه اخبار بدريه؟ بدريه عند ابو جابر، بس ما تروحش يا احمد. ما تروحش. طب اجي معاك. طب يا احمد اجي معاك، انا اتغيرت يا احمد. انا اللي حصل لي عند ابو جبل ده غيرني خالص. اجي معاك، انا مش عارف اعمل ايه، بس اكيد زي ما انت هتعمل انا هعمل بالظبط. خلاص اجي معاك جد والله. شوية عليك. اهلا بيك يا معلم بيتك ومطرحك. اهلا بيك في اي وقت. لوحدك؟ طبعا لوحدي. ده انا حتى كنت لسه هنام. طيب اسيبك تنام. بقول لك ايه، كان نفسي في كوباية مية ساعة. حسن بوفي حامي أبي. ما تتحرك يا ولد، عايز كوبايه ميه ساعه. حاضر. تدخليني مع كلب من كلابي؟ مع خدامي؟ اسمعني انت لاول مره في حياتك، اذا كنت فاكر نفسك راجل فلا مش هي دي الحقيقه. مجرد كوبي عايز مين البلد. معلم زكي جه اهو. معلم زكي. مرحبا معلم زكي. مرحبا معلم. مرحبا معلم زكي. مرحبا معلم زكي. مرحبا معلم زكي. انت تكون العيال دي مش عايز تشوف ولا بني ادم من القدام.
اتحمس من اليافطه القديمه. علق الكابتن بتاعي. ابو زيك رجع ورجع جامد قوي. عينيا مش قادره تصدق. اهلا اهلا بابو زومر. يا سبحان الله، بقى المعلم ابو جبل يجي مكتفين له ايديه ويترمي هنا في المخزن جنبي. بدريه ما تنسيش ان انا ابو جبل. يا اخويا بلا نخه كدابه، بلا ابو جبل بلا بطوط. ده انت يا ما ظلمت ناس وخربت بيوت ناس ونسيت انه داين تدان، وهي الضربه جات لك اهي من بيتك مراتك ودراعك اليمين. كفايه لا مش كفايه، لازم تشرب من الكاس اللي سقيته للناس. جرب الظلم ولو مره. كفايه مش كفايه يا ابو جبل. شفت يا هيوم، مش قلت لك هتبقى قشر وهتروق وتحلق وتسقسق بالجامد قوي؟ والله وباين انك مكشوف عنك الحجاب يا دي ابو زيك. يا معلم ابو زيك. حجاب ما بيتكشفش على زينا يا زكي. معلم زكي. معلم زكي؟ ايه؟ ما املاش العين؟ ولا ما شبهش الرمه اللي كنت عايشه وياه؟ انت عارف كويس قوي اني ما كنتش عايشه وياه بخطري، وعارف السبب. ما تخافيش يا بدرية، أنا أحمد بنتعامل مع البشرية دي، ما تخافيش. ما تسرقك وتجيب رقبتك. ما تخلقش اللي يجيب رقبه المعلم زكي. خلاصي بقى يا بنت واسمعي. ايوه اظهر بقى على حقيقتك. عامل لي فيها معلم من امتى؟ انت طول عمرك خدام خدام وكلكم خدامين. حتى ابو جبل كان خدام. ما تفوق بقى. ابو جبل كان كوبري وانت كمان كنت كوبري. بس انا بقى خلاص زهقت كباري، زهقت ومنه ومن نفسي، قلبت من كل حاجة. حفرت قبرك بنفسك يا قام. الحق يا معلم، الواد أحمد في المخزن. جاي معاك وراجع لك. أحمد أحمد مش ممكن، وحشتني. إزيك يا بدرية؟ ازيك انت؟ انا في حلم ولا في علم؟ ياه دول قالوا لي انك كهف. احمد. ليه؟ احمد يلا بينا نمشي. على فين؟ نروح دلوقتي، لسه في حساب مع الكلب ده لازم اخلصه. تاني هتسيبني يا احمد؟ ما تخافيش يا بدرية، هرجع لك تاني. انا ماليش ذنب. زكي هو السبب، صدقني زكي هو السبب. وابويا
لا لا يا احمد، ما تضيعش نفسك عشان واحد كلب زي ده. احمد انا محتاجاك. احمد كسرتهم خلاص. قوم تاني خلاص عليهم. برافو عليك يا دكتور، ربنا يخليك ربنا يخليك يا ست الكل كده. لا